بالنسبه للقرعه هي صعيبه في اطار سوء الحظ اللي كتلازم منتخب، يعني ديما القرعه كتكون صعيبه في كوب دي موند كوب دافريك، ولكن بما ان المدرب عنده خبره كبيره وتوج بلقبين يعني كنعولوا عليه في هذا الاطار. اخويا من مجموعه الموت، وان شاء الله حنا يا عازمين ان شاء الله باش ندوزوا حنا الاولين ان شاء الله، وما كنخافوا من حتى شي فرقه ان شاء الله، غنديوها ان شاء الله. المنتخب يقدر يدير شي حاجه، ما بقاش تخلعنا على جنوب افريقيا ولا ذاك الاعلام ديال هذه قويه ولا هذه سميتو. المنتخب عندنا دايرين فيه الثقه، فهمتيني، عنده الامكانيات وعنده ما يقول. بالنسبه للمستوى ديال الكوت ديفوار او جنوب افريقيا فهو متباين، يعني ماشي كوت ديفوار، يعني راه ماشي هي الكوت ديفوار اللي كنا كنشوفوها هذه عامين ولا ثلاث سنين. جنوب افريقيا جوج اللاعبين ديالهم محليين وكيلعبوا في سان داونز، يعني كنشوف ان الحظوظ ديال المنتخب المغربي يعني اوفر مع كامل احترام ناميبيا، فريق مغمور يعني ما عندوش لاعبين دوليين الكبار اللي كيلعبوا في مستوى كبير، فكنظن ان القرعه يعني في صالح المنتخب المغربي. المنتخب اللي بغى يفوز باللقب يعني ضروري انك تلعب مع بحال هاد المنتخبات، يعني جميع المنتخبات اللي طحنا معاهم كوت ديفوار ولا ناميبيا راه كامل منتخبات قويه، فهمتيني، والحمد لله حنا ما كنخافوا من حتى شي منتخب، ان شاء الله ندوزوا حنا الاولين. مقارنه مع المجموعات الاخرين هذه كتعتبر مجموعات الموت، حنت طيحه مع لا كوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا. لا كوت ديفوار معروفه بالتاريخ ديالها باللعبه ديالها كبار اللي كيلعبوا في اعلى مستوى في اوروبا، وساوث افريقيا راجع من منتخب اللي هو شاب، ناميبيا فريق مغمور. مي دو توت فاسون كنقول وجهه النظر ديالي ان مع هاد لي بليسور اللي كاين عند لي جوار ديال المغرب غيرجع بريمير تور، وجي بريفير ان هاد الفلوس الا كانت غتخسر وغد تي بريفير ان انفيستا في وليدات صغار ولا في شي حاجه اللي تعود على الشباب المغربي بشي حاجه اللي هي نافعه.